أقيم بدار الأوبرا المصرية إعادة افتتاح مركز الهناجر بعد تحديثه وتطويره بحضور دكتور شاكر عبد الحميد وزير الثقافة ودكتور هدى وصفي رئيس المركز وعدد كبير من الفنانين والنقاد. أنا أول ما دخلت طبعا حسيت بابتهاج شديد لأنه أنا بنت الهناجر، يعني عملت ورش هنا كتير، مثلت هنا كتير، اتعلمت مسرح هنا، اتعلمت فن حتى فن تشكيلي، وطبعا يا رب كل يوم يتفتح في مصر مسرح جديد، يا رب انشر الثقافة والتعليم في مصر، يا رب يا رب. ما اقدرش اقول لك محتاجين للفن، بس محتاجين لأبوبه البوتاجاز، ومحتاجين للعيش، ومحتاجين للفن. يعني الخطأ، كل الخطأ ان الناس تفتكر ان الفن رفاهية. الفن مش رفاهية، الفن لغة تخاطب، لغة تخاطب. لو احنا اجدناها فيما سبق ها كنا هنشوف مسائل كتيرة جدا جدا كويسة. ما تنسيش كمان ان حتى الثورة اللي الناس اغلبها النهاردة يا اما بتتشدق بيها او انها بتركب على اكتافها هي نتاج ايضا من افكار الفنانين. يعني احنا كل يعني 90% من الاعمال المحترمة كانت اعمال بتقوم وتنقد المجتمع وتسخر منه، فيعني ده شيء طبيعي. يعني المكان ده قبل ما يتم إغلاقه من 4 سنوات كان بؤرة مهمة جدا بتجمع الشباب كتير جدا من الفرق المستقلة وشباب الهواة المسرحيين، وأعتقد أن وجوده دلوقتي أهم كمان لأنه الشباب دلوقتي محتاج أماكن تستوعبه. وزارة الثقافة كانت عاملة هنا مركز الهناجر وعاملة مركز الإبداع الفني علشان يستوعبوا المواهب الشابة ويقدموها، ليعيدوا تصديرها تاني للوسط الفني المسرحي ويستخدموا طاقتهم دي اللي هم بدل ما يهدروا برا وفي أي مكان تاني. المكان ده خرج أجيال كتير جدا من الممثلين، خرج أجيال كتير جدا من المخرجين، خرج أجيال كتير جدا من مصممي ديكور أجزاء الشباب في 20 سنة اللي فاتت، ورجوعه دلوقتي معناه أنه في بؤرة تنويرية مهمة جدا هترجع للوسط الثقافي في مصر. أنا سعيد بتواجدي هنا لإعادة، عايز أقول صحوة نهضة من جديد، أن احنا نعيش تاني في أجواء مسرح الهناجر والمسرح بشكل عام وإبداعاته في مصر. يعني فأنا بحس دايما أن أي منبر من المنابر اللي بتمثل شكل تثقيفي للناس هي أكيد بتفيد بكلمة، يعني تفيد الناس دايما. كل شيء جميل ومبشر بأن مصر، يعني مركز الهناجر اللي من اللحظة الأولى أخذ على عاتقه أنه يفرز ويفرخ مواهب جديدة في شتى مفردات المسرح. مسرح الهناجر بقيادة السيدة هدى وصفي هم اللي راعوا المسرح المستقل وبقى له وجود في حياتنا المسرحية في ظل هذا الصرح الجديد وتقنية حديثة وبناء جديد وميكانيزم وصالة جيدة ومعارض فنون تشكيلية، كل مظاهر الحضارة احنا شايفينها دلوقتي. نرجو انها تستمر في أداء رسالتها المهمة جدا بالنسبة للمسرح المصري.